عشر علامات لتعلم أن لديك شخصية نرجسية. اضطراب الشخصية النرجسية هو اضطراب نفسي يؤثر بتعامل الشخص مع الغير. هو غرور شديد جدا واهتمام مفرط للأمور الشخصية، وكذلك عدم الاهتمام لشعور الآخرين. كما يمتلك النرجسي الكثير من الذكاء والكاريزما. العلامة الأولى: الشخصية النرجسية هي شخصية حساسة جدا للانتقادات. يمكن أن يقوم طوال ساعات بتحليل وتأويل كل تصرفاته وكل ما يتعلق به، كما أنه لا يقبل أي ضعف أمام الآخر. ثاني صفة هو التقدير المتدني للذات. فمن خلال الوهلة الأولى يمكن القول أن الشخص النرجسي هو شخص واثق من نفسه تمام الثقة ومطمئن لنفسه كل الاطمئنان، لكنه عكس ذلك فلديه إحساس بعدم الأمان ويأخذ الوقت الكثير والجهد الجهيد لأخذ كل قراراته. الشخص النرجسي في موقف دفاعي دائم، حيث أنه يتملكه الغضب وينفجر بسرعة، خاصة إذا ما تم انتقاد قراراته أو كفاءاته، كما يمتلك سلاح اللوم والإشعار بالذنب. رابعا، الصعوبة في تقبل النفس. فلتغطيته على الضغط الذي يعيشه، يقوم الشخص النرجسي بإعادة توجيه الانتقادات إلى الآخر. فعندما يتكلم بسوء عن الآخر فإنه في حقيقة الأمر يتحدث عن نفسه. علاقاته الشخصية فوضوية. هو شخص غير مخلص في جميع أنواع علاقاته الاجتماعية، حيث أنه لا يجد أدنى صعوبة في التفريط بشيء لصالح آخر. لا يتعاطف مع الغير، فالتجديد بالنسبة له هو بمثابة مخدر يساعده للتغطية عن النقص في ثقته بنفسه. في محادثاته مع الناس يجد الشخص النرجسي نفسه مجبرا للتكلم عن نفسه والمبالغة في إنجازاته، كما يمكنه أن يضيف أي شيء لجعل محادثاته مبالغ فيها. سابع صفة وهي نفاذ الصبر. عندما يريد أي شيء فيجب تطبيقه على الفور، كما يجب تلبية جميع حاجياته ومتطلباته، ويحب التعامل معه معاملة خاصة في أي مكان وحين. ثامن صفة وهي الطموح المفرط. يعتبر نفسه دائما منتمي لنخبة المجتمع العليا وأنه الأجمل والأغنى، كما يحاول أن يجالس النخبة من المجتمع. فالشخصية النرجسية أيضا مهووسة بآخر الصيحات، سيارات، لباس، هواتف محمولة. الشخصية النرجسية هي شخصية تنافسية جدا، فلديها حب السيطرة والتسلط، يحب الهيمن على الآخر وأن يحس بأنه فوق الجميع، كما يعتقد نفسه أنه مركز الكون. عاشر صفة وهي أن الشخصية النرجسية فنانة في التلاعب والاستغلال. تعلق الأمر بأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء فهو يستعمل جميع الخطط والاستراتيجيات لأخذ المال أو الهدايا أو أي منصب اجتماعي مهم.